اقول لك انا يعني شرف لكل مدرب يدرب نادي الزوراء او نادي اي نادي جماهيري، لكن هذا هاي امنيه كانت سابقا، بس انا اقول لك اكو اتصالات، اقول لك ماكو اي اتصالات. ها بس تقول امنيه، يعني الرغبه موجوده. خلينا نتكلم عن انه في حال تم عرض تدريب نادي الزوراء من قبل الهيئه الاداريه لنادي الزوراء حسن احمد وخلص انه هو انهى ارتباطه مع نادي النجف، توافق على تدريب نادي الزوراء في الوقت الحالي؟ والله انت تعرف استاذ حسين، يعني هي شرف لكل مدرب، يعني يدرب نادي الزوراء شرف لكل مدرب، ولكن انا اقول لك لحد الان ماكو يعني مثل هذا الكلام. انا استغرب يعني ليش تستغرب كابتن حسن؟ هو الموضوع يعني مو شيء سلبي، هو الموضوع ايجابي بالنسبه لك انه انت تدرب نادي الزوراء. انا كمدرب ويدي الكابتن بها يعني